تنافست هاط على استعراض مهاراتهم في صنع كعك عيد الميلاد في معرض بمدينة بنغالور في الهند، من خلال إعدادها على هيئة مبان وحيوانات وحتى على شكل مجوهرات. وكان عامل الجذب الرئيسي لمعرض الكعك هذا العام كعكة على شكل كاتدرائية سان باسيل الموجودة في موسكو. كما أضاف المنظمون لمسة من الثقافة المحلية إلى المعرض عبر عرض كعكة على شكل راقص هندي يؤدي رقصة كثكال الشعبية، وكذلك كعكة أخرى على هيئة الصاروخ الهندي الذي أطلق أقماراً صناعية إلى الفضاء هذا العام في سابقة بالنسبة للبلاد.